السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الرائعون، معكم أخوكم محمد، أتمنى أن تكونوا في أحسن حال. الكثير سيعتقدون أن T20 هو أول جهاز لوحي من نوكيا، ولكن ما قد يجهلون أن الشركة أصدرت أول جهاز لوحي لها في عام 2014 تحت مسمى نوكيا N1. وفي الواقع T20 هو أول إصدار لوحي تصدره نوكيا منذ أن استحوذت HMD جلوبال على الشركة العريقة. جهاز نوكيا T20 ذو مظهر رائع ومتين مع شاشة رائعة، يتم تسويقه للفئة التي تريد جهازا لوحيا عمليا بمواصفات عصرية ولكن بدون دفع أسعار باهظة، وهذا ما يحققه تابلت نوكيا الجديد. نوكيا T20 جهاز لوحي أنيق بسيط المظهر، الجزء الخلفي معدني مغطى باللون الأزرق البحري، وكذلك الحواف ملفوفة حول الشاشة في الأمام. التصميم هو بالتأكيد خطوة للأمام مما يمنح T20 مظهرا عصريا. بالطبع لن يكون جهاز T20 جهاز نوكيا إذا لم يكن متينا، وفي هذا السياق يتميز التابلت بهيكل من الألمنيوم المصقول بالرمل وشاشة محمية بطبقة حماية وتصنيف IP52 لمقاومة الماء، مما يعني أن T20 محمي من الغبار ورذاذ الماء. على طول الحافة السفلية ستجد منفذ USB Type-C للشحن، بينما يوجد في الزاوية اليسرى السفلية مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، ويوجد مفتاح للتحكم في مستوى الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز اللوحي وزر التشغيل في الجزء العلوي. يحتوي جهاز نوكيا T20 على شاشة مقاس 10.4 بوصة بدقة توكي وفقا لـ HMD Global، فإن الشاشة قادرة على الوصول إلى 400 شمعة من السطوع، وهي معتمدة من SGS للضوء الأزرق المنخفض، مما يعني أنها يجب أن تكون مريحة للعينين. لا تملك نوكيا لوحة مفاتيح أو قلم خاص بها للاقتران مع T20، ولكن الجهاز اللوحي متوافق مع لوحة مفاتيح وأقلام من جهات خارجية تعمل بتقنية البلوتوث. الجهاز اللوحي ليس مخصصا للألعاب عالية الأداء أو العمل المكثف، ولكن بالنسبة لمعظم الأنشطة اليومية فهو أكثر من كافي، لا سيما مع الشاشة الرائعة فسيكون خيارا رائعا لاستهلاك المحتوى. بقدر ما يتعلق الأمر بالأداء، فإن نوكيا T20 مدعوم بمعالج يونيسوك T610 8 نوات، ويتضمن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائية و64 جيجابايت للتخزين، قابل للتوسيع حتى 512 جيجابايت مع فتحة مايكرو SD. يتوفر التابلت بإصدارات الواي فاي والفورشي، بالإضافة إلى وجود طراز 3 جيجابايت زائد 32 جيجابايت، لكن للأسف هذا الطراز لن يكون متاحا في كافة دول العالم. بشكل عام الأداء ليس سيئا إلا أنه ليس رائعا. الشاشة سريعة الاستجابة بشكل عام، ولكن يمكن أن تسترق التطبيقات بضع ثواني للتحميل. وعند اختبار الأداء في جيجي بنش 5 شاشة التابلت 347 درجة للنواة الواحدة و1186 درجة لاختبار تعدد الأنوية. يعمل الجهاز اللوحي بنظام أندرويد 11 الخام عند الإطلاق، وتعيد HMD Global بأنك ستحصل على نظام أندرويد 12 وأندرويد 13 إلى جانب 3 سنوات من التحديثات الأمنية الشهرية. ويأتي التابلت مع ميزتي Family Link وGoogle Kids Space. أما ما يتعلق بالتصوير، يحتوي التابلت على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجا بيكسل مع تركيز تلقائي وفلاش ليد، بينما ستجد في المقدمة كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل. تعد الكاميرا جيدة بما يكفي لمسح المستندات ضوئيا وإجراء مكالمات الفيديو، ولكن بالتأكيد لا أوصي باستبدال كاميرا هاتفك بكاميرا نوكيا T20. تساعد الميكروفونات المزدوجة في إجراء مكالمات الفيديو جنبا إلى جنب مع مكبرات الصوت الاستيريو مع تشغيل أوزو من نوكيا لتحسين الصوت أثناء مشاهدة الأفلام أو ممارسة الألعاب. يحزم نوكيا T20 بطارية كبيرة تبلغ 8200 ملي أمبير، والتي تدعي HMD Global أنها يمكنها تدعم ما يصل إلى 15 ساعة من تصفح الويب، وما يصل إلى 10 ساعات من مشاهدة الفيديوهات، وما يصل إلى 7 ساعات من مكالمات الفيديو. يدعم T20 أيضا الشحن بقوة 15 واط عبر منفذ USB Type-C، ولكنه يأتي فقط مع شاحن بقوة 10 واط في العلبة. يبدأ سعر نوكيا T20 لطراز 3 جيجابايت زائد 32 جيجابايت إصدار الواي فاي من 200 يورو، أما طراز الفورجي فيكلف 240 يورو. كان هذا كل ما لدي لفيديو اليوم، أتمنى أنكم استفدتم واستمتعتم. شكرا لكم على حسن المتابعة، وأدعو لكم موعدا في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.